من خلالها يعني تفاصيل ديال هذا اللقاء وايضا الاداء ديال الاثنين. اشرف حكيمي 25، يحيى عطيه الله رقم 5، اللاعب حكيمي. ابراهيم دياز، مرور ممتاز لابراهيم، لعب الكره ديالو حول المر، ولكن هنا لابن صغير بهدوء اخذ ورد بهذه الكيفيه لا يسرى. شادي رياض، جماهير في المدرجات تحاول كما انها تعطي نكهه خاصة للقاء اليوم، تشجيع الصوت تصدع، تيفو كان رائع. كرة من جديد بالنسبة للمنتخب المدول، جيد بالكرات بين عناصر المنتخب الوطني المغربي في الوقت لإبراهيم، كينطلق إبراهيم بتمريرة الجهة اليسرى، إبراهيم كينسل، دياز لعب الكرة ديالو الجهة طلع إلياس بن صغير، عملية ديال المراوغة ديالو ناجحة، ممتاز كيسير أمام جوج ديال اللاعبين من أجل المرور. دور أيضا السيد أحمد ولد يحيى، متابعة دياز، إبراهيم كيحاول يخترق، اخترق كرة أمامية لإبراهيم، إبراهيم كيرفع كرة صوب إبراهيم، كينطلق إبراهيم جهة اليسرى، إلياس بالصغير، تمرير كرة عند إبراهيم كينسل، كيختار تمريرة الجهة اليسرى. إذا نكملوا العملية الهجومية في انتظار أكيد الإعادة. إبراهيم أخذ ورد بين أقدام اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، إبراهيم حاول ينسل أمام مجموعة من اللاعبين، فرصة ديال التصعيد هنا، لاحظوا هنا التدخل الماضي، هنا ايضا تدخل واضح الخطا من جانب المنتخب الموريتاني. ابراهيم كيرفع كره داخل منطقه الجزاء بهذه الكيفيه ومباشره صوب الحارس. دياز، ابراهيم جهه اليسرى، انطلاقه ابراهيم عزوزي، حاول إيمار، رائع مرة أخرى كيسل من جهة اليمنى، عملية هجومية طريقة ديالو في المراوغة، كتلعب كرة مرة ثانية من الجهة اليمنى، إبراهيم التمريرة ديالو، إبراهيم حافظ على كورتو، اختارها الجهة اليمنى، إبراهيم حل كيحاول ينسل أمام جوج ديال اللاعبين مغربية من الجهة اليمنى، زياش، إبراهيم، مع ذلك هناك أسرع هجوم، إبراهيم دياز يحل المرة بشكل ممتاز رأسية، دياز اختار الجهة اليسرى، انطلاقة هجومية، محاولة، مشوار هذه الجولة الثانية، الذي يسير، آخر 12 دقيقة، كرة عند إبراهيم صوب يوسف نصيري، إبراهيم الجهة اليمنى، اعتماد على خماش، كرة تنفاد القائم الأول، رجعت إبراهيم دياس حافظ على الكرة ديالو، كيرفعها من جديد، كيجي من الجهة اليمنى، إبراهيم دياس تمريرة ممتازة في الخط الأمامي، عزيز إبراهيم دياز دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة، فرصة هدف جميل، ولكن الحكم كيرفض الهدف. إبراهيم دياز شوفوا هنا، فالحكم كيعلن على تسلل أمين عدلي، وفي هذه اللحظات يعلن